صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه يا برج القوس. مهم نبدا مع برج القوس الطاقه العامه. محكم قوي عقلك دلوقتي في مقابل ما هو في مشاعر. انا حاسه ان الصوره اتقلبت تقريبا، هو انت اللي كنت تديله المشاعر وبدا هو اللي كان بيستهبل بقى ويستعبط عليك، وهو مديك تقريبا كده عرض جديد فعلا، او يعني بيعرض عليك مصالحه. من الاخر تعال نقلب الصفحه بقى ونبدا حاجه جديده، ولكن انت متخوف جدا لان كان في خيبه امل. طب هو شايفك ازاي؟ هو تقريبا شايفك زي ما انت نفسك فعلا عامل كده. هو شايفك انسان بطيء، وهو انسان زي ما بيقولوا كده، هو برضو ده انسان شاعر بخيبه امل برضو. يعني ده شخص يعني زرع حاجات كتير جدا ولكن لم يجني الا ثمره واحده. بص كان ثمره على العشب ده او المكان ده، ولكن مفيش غير حاجه واحده، فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل. فهو شايفك ان انت معلق مع الموضوع بطريقه بطيئه جدا، وان انت منتظر وان انت ساكت هادي ما بتعملش حاجه. لا بيجي يقول لك مثلا يبعت لك مسج يقول لك ازيك عامل ايه وحشتني مثلا، فانت تعمل له سين وما تردش. يقول لك طب ما تيجي نرجع، تقول له لا مثلا، او تقول له لا بس مش بطريقه مباشره يعني. فهو شايفك ان انت بطيء في اتخاذ قراراتك جدا، ولما حد بيقدم لك حاجه بتقعد تفتكر القديم بقى، يعني اللي هو بتعيش في كوكب الذكريات كده. ان انت فعلا حقيقه فعلا انت مشاعرك حاليا كل ما تيجي تحاول تفكر في ان انت تبدا مع صفحه جديده تفتكر الم الماضي والم الرحيل وقد ايه الايام الصعبه اللي انت عشتها لوحدك من غيره. فانت تعبان، وهو شايفك بطيء وشخص عنده خيبه امل من الاخر كده. وايه تاني برضو؟ اعتقد تعمل مع حد برج حمل او ترابي عقرب مائي، يعني ابراج لطيفه هنا خالص. مين تاني؟ حمل برضو تاني، وابراج ترابيه. طيب انت شايفه ازاي؟ بص بقى انت شايفه حاجه غريبه جدا. انت شايفه يا اما شخص ما هو دي النظره بتاعتك، يعني انت شايفه ايه حاليا؟ هو شايفك ان انت شخص بطيء، انما انت شايفه ان هو شخص ممكن يكون مندفع، ممكن يكون شخص عصبي زياده عن اللزوم، عصبي بياخد الامور اللي هو مثلا بتقول له حاجه يقوم واخد الامور على صدره كده. انت شايفه ان هو شخص بيتسرع جدا، متسرع. وهو انت برضو ما زلت بتحبه على فكره، بس قلبك مجروح منه. يعني انت شايف ان هو شخص عصبي وبياخد الامور على اعصابه قوي قوي قوي، وممكن يكون مثلا موضوع تافه يروح هوب يولع فيه وبقى تولع نار. يعني احنا حاطين بنزين في مكان قد كده، ان هو كبب البنزين كله مولع فيها نار والموضوع يخلص. ممكن يكون بتتعامل مع برج الاسد، برج الاسد كده برضو، ولكن انت مجروح منه قوي قوي قوي، جرحك قوي، طعن الثلاث سيوف في قلبك من الاخر. وايه تاني؟ ولكن وبرغم ذلك انت ما زلت شايفه الشخص الحنين. ممكن زي ما قلت لك يكون عصبي، لانه بص يعني بص ده الامبراطور وده الامبراطور. ممكن يكون عصبي ولكن حنين، يعني مع انه عصبي وبياخد الامور على صدره قوي قوي قوي، وبيحب يتحكم ومتعصب لرايه. يعني ممكن تكون بتتناقش معاه وتقول له طب فيها ايه لما نعمل، لا انا هو ده وبقول لك ايه، خلصت الموضوع، اقفل، خلصت، اقفل السكه في وشك او في وشك. عموما في بنات كده، في بنات عصبيه، او انت ولد، في طبعا الرجاله طبعا كلهم عصبيين، ولكن حنين وقلبه طيب وجميل قوي من جواه. يعني هو من جواه فعلا كده، هو فعلا من جواه كده على فكره. هو دي مشاعره حقيقه، هو فعلا طيب وحنين. وممكن وعلى فكره ممكن يكون مثلا متعصب يعمل بلوك ويكلمكش تاني او ما تكلمكش تاني، ولكن هي من جواها ست طيبه قوي 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 وجميله عموما يعني. وانت ما زلت شايفه النجمه، انت ما زلت شايفه النجمه يا برج القوس. ما زال هو ليك حلم، هو كان نجمه السماء وحلم بالنسبه لك،
وان العلاقه دي كانت علاقه قدريه وجميله قوي والحظ هو اللي بعتها لك. الحظ هو اللي بعتها لك. على فكره انت ممكن تكون كان نفسك يرجع برضه، ولو هو لسه ما رجعش فانت نفسك ان هو يرجع مره تانية، وان الحظ بقى يرمي في طريقك تاني، لان ده برضه العداله. انت نفسك في تحقيق العداله، ممكن يكون نفسك انه يرجع مره تانية، ولكن انت شايف ان هو عصبي، انت بتشوف ان هو عصبي وجرح قلبك وجرح قلبك، ومن الاخر انتوا جرحتوا بعض. حاجه من الحاجتين دي يعني. طيب انتوا غراب قوي، انتوا في ايه العلاقه دي؟ هي تقريبا كده سوء تفاهم وولعتوا ببعض حاجه زي كده. طب ايه الخطوه اللي هو ناوي ياخدها؟ لما اقول الخطوه اللي ناوي ياخدها يا جماعه، يبقى مش معناه ان هو ممكن ياخدها واحد تيجي تقول لي ده ما رجعش، مع انه كان ناوي يرجع. هو دينيه، انا مستقبل احنا ما بنشوفوش لان المستقبل ده بيتغير في ايد ربنا، ولكن دي نيته. نيته ايه بقى؟ نيته ياخد قرار صارم بشان العلاقه دي. ما نعرفش بقى القرار ده، هل ممكن يكون قرار ان هو يرجع فعلا ويقدم العرض ده، اللي هو انت خلصت، انت بتاعتي خلصت خلاص مهما تعملي بقى، وقلت لي بتخاني او انا عصبي ومش عارف. اغلب الناس العصبيه دي بتبقى طيبه جدا. برج الحمل ناري وعصبي على فكره، هو متالم قوي، مش هزار، متالم قوي قوي يعني، مش اي كلام، ومتالم وبيحاول ان هو يخبي الالم ده بشتى الطرق. هو الظاهر ان هو برج الحمل او برج ناري عموما، بيحاول ان هو يخبي الالم ده وما يظهروش خالص لا ليك ولا لغيرك، ويفضل دايما عامل الوش ده، وش انا مية مية مفيش حاجه حصلت والعلاقه ما مشيتش وعادي جدا. ولكن هو الان في عزله، وعزله داخليا مش خارجيا، ممكن يكون بيشتغل وممكن يكون ظاهر ده في الوش انا مبسوط ومية مية، ولكن هو في عزله داخليا وبيحاول يبحث عن مخرج للالم والجرح ده، وهو عايز ياخد قرار بشان العلاقه دي بانه يبدا بدايه جديده. والظاهر انه فعلا عايز يبدا بدايه جديده، لان هو مقدم لكم عرض او عموما في عرض جديد هيتقدم، ففي بدايه جديده. هو ناوي عايز يبدا بدايه جديده، بس هو بيخلص الالم العشر سيوف دول، في 10 سيوف مطعونين في ظهره. انا بقول لكم انتوا خبطتوا ببعض، وهو غامض قوي الايام دي، وداخل في عزله جوه نفسه كده، عمال يحاسب نفسه يقول انا عملت ايه وما عملتش ايه، وكان لازم ان احنا نتكلم ومش كل ده. ولكن هو شايفك ان انت بطيء، ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء، وشخص دايما عارف، ممكن يكون شايفك يا برج القوس بتحب تعيش في دور الضحيه. انا عارف ان برج القوس مش كده، بس ممكن تكون انت من كتر اللي حصل لك انت خايف منه، خايف منه. انت كمان عايز تاخد ايه؟ انت تطور، انت عايز، انت كمان شكلك عايز بدايه جديده، تطمح الى البدايه الجديده. انت كمان عايز، مش هقول لك، تطمح الى البدايه الجديده. على فكره انت عايزه يرجع يا برج القوس، بس بص الاثنين دول واقفين ما بيتحركوش، ده واقف مستني حاجه وده واقف ما بيتحركش. انت محسسه ان انت بطيء، انت بطيء قوي يا برج القوس، انت شكلك خايف مني. انت ايوه انت خايف منه يا برج القوس، انت خايف ترجع، انت خايف ترجع، خايف ترجع للعلاقه دي تاني، وحاسس ان هي دايره بتلف وترجع تاني. حاسس ان انت كل ما تقريبا انتوا بتروحوا وترجعوا، تروحوا وترجعوا، كل ما تدخلوا في العلاقه مره تاني وتديله فرصه تانية بيعمل نفس اللي حصل زمان، فترجع تتخانقوا تاني، فانت تعبت واستكفيت، وكل ما تدي ما بتاخدش حاجه غير ده، تدي اهتمام، تدي حب، تدي حنان، تدي اي حاجه، وفي الاخر هوب يخلع يمشي. انت تعبت قوي وعايز العداله بقى، هترجع تديني المشاعر الحقيقيه، انت طالب منه العداله، انت موقف مشاعرك وبتقول له لو جيت تاني تديني بقى اللي ليا ولا عليا لو سمحت، اديني اللي ليا ولا عليا لو سمحت، انا اديتك حب تديني حب. فانت خايف تروح له. على فكره انت نفسك ان انت تقدم له عرض، او مش تقدم له، انت من جواك عايز بدايه معاه تاني وعايز تواصل، ولكن انت واقف
واقف حرفيا، انتوا الاثنين واقفين، واقفين قصاد بعض، واقفين قصاد بعض، هو مديك الوش ده وانت مديله ده، برج منفجر. انت عايز العلاقه دي تتطربق كده فوق على دماغها وتعمل علاقه جديده معاها نفس الشخص، بس علاقه نظيفه حلوه فيها اهتمام، فيها خد وهات خد وهات، انها علاقه تعبتك نفسيا جدا الظاهر يعني. وده اللي هيبان من انه انتوا الاثنين شايفين العلاقه ازاي. هو شايف ان العلاقه فيها، مش بقولكم انتوا بتروحوا وترجعوا مع بعض ونفس المواد بتاع التاني، العلاقه دي كل ما تيجي تبتدي تنتهي، كل ما تيجي تبتدي تنتهي، في حاجه انتوا تقريبا مش شبه بعض، او انت هو ممكن يكون معصبي زياده عن اللزوم وانت مش عصبي، ياخد الامور بحساسيه انت لا كده. هو شايف ان العلاقه دي فيها خساره، فيها خساره جامده قوي، وان كل ما يجي يبتدي الحرب معاك. مع الحب ده زي الحرب يا جماعه، زي الحرب بالظبط، يا نفوز احنا الاثنين يا نخسر احنا الاثنين، يا حد يكسب الثاني. ف كل ما يجي يبتدي معاك علاقه، حد فيكم يخدع الثاني ويمشي، حد فيكم يضحك على الثاني ويمشي. هو شايف كده، شايف ان في خداع، في حد بيضحك على حد، ممكن يكون هو اللي بيضحك عليك على فكره، بس هو شايف ان العلاقه مش متوازنه، فيها حاجه غلط. عارف يقول لك انا حاسس ان في حاجه غلط في العلاقه دي، اهي كده. وانت كمان شايفها علاقه مليانه صعوبات، انت حاسس ان هو مش شبهك على فكره، يعني ممكن تكون في حب وفي بدايه وبتاع، بس انت حاسس ان في حاجه غلط، زي ما قلت لكم في حاجه غلط. انت كل ما تبتدي العلاقه ترجع تاني، فيها مخاوف، فيها صعوبات، فيها ارق. عارف لما يكون الواحد لما بيحب بيعرف ينام، انا ما اعرفش انام، مش من حب، لا ما اعرفش انام من التفكير، في مخاوف، انت خايف منه، خايف تديله فرصه تانية لانه تعبك قوي، ظاهر ان هو كان شخص بيتلاعب بيك او بمشاعرك، لان في هزيمه هنا وانت سبته على فكره. انت ظاهر انت اللي سبت له العلاقه يا برج القوس، ورميت له الجمل بما حمل، قلت له يلا عم سلام عليكم بقى من هنا، مش عايز اعرفك تاني، يلا عم بقى بالقرف، وسبت له كل حاجه. بص هو مسك السيوف وانت مشيت، فهو شايف ان انت بالظبط حرفيا كده، انت سبت العلاقه ومشيت، وسبت له بقى الهلومه اللي هو قاعد فيها دي. ممكن يكون شخص عارف انت اللي هو الشخص اللي بيحب مثلا بيحب لمه الناس حواليه، اللمه الكدابه بتاع بنات قوي، فانت سبت له بقى الليله دي كلها وقلت له بص لبناتك بسلطاتك ببابا غنوكك، واقعد على جنب يا عم وهات لك رغيفين عيش وغمس فيهم بقى، يلا يا عم من هنا بلوجع دماغ، بس ومشيت. ف انت فعلا تعبان، العلاقه فعلا متعبه، وانت حاسس ان هي فعلا فعلا مليانه غموض، مش كذب يعني، ده اللي جواك. انت متقدم لك عرض ولكن هي مليانه غموض، وانت نفسك في بدايه جديده، وانت نفسك في بدايه جديده ممكن تكون بعيده عنه، الله اعلم برضه، لان انت مشاعرك حاليا محكمها العقل جدا، وزي ما تكون انت اخترت انك تبعد وانت متاكد ان ده قرار الصح بالظبط كده من جواك. انت صحيح ممكن تكون تعبان، تعبان من اثر العلاقه، ولكن انت مختار القرار الصح، وهو ان انا همشي لان الشخص ده ما ينفعنيش. هو شكله شخص مش كذاب، ولكن شخص واثق في نفسه زياده عن اللزوم، ولكن هو في مشاعر يعني. فين الكارت بتاعنا؟ علاقة غريبة جدا وعجيبة جدا. بص بقى النصيحة ايه؟ النصيحة ان انت تدافع عن نفسك، ونصيحة بتقولك حاجة غريبة جدا، لو انت شايف ان العلاقة دي ما تنفعلكش صدور الباب يا برج القوس. اول مرة اقول نصيحة غريبة، الظاهر ان فعلا الشخص ده مش شبهك، او الشخص ده مش شبه تفكيرك. الشخص ده تعالى اعرف ثاني، شو قلت لك؟ الشخص ده مش شبهك، بيقول لك النصيحة بتقول لك لو انت مش عايز الشخص ده قولي كمان يعني الحرية. بس كده ابعد يا برج القوس، و اقفل الباب في وشه وامشي من العلاقه دي.
وابتدي بقى ركز في حياتك واقفل الشابتر ده كله وانطلق لقدام واحتفل بانجازاتك، لان الشخص ده مش شبك، ان شخص جميل جدا جدا برج القوس، وشخص مليان مليان حاجات حلوه، وعندك حاجات حلوه في حياتك كتير قوي بس انت مش شايفها على فكره. والنصيحه بتقولك زي ما انت شايف الصوره كده، عرقل له الطريق انه يدخلك مره تانيه. الشخص ده الظاهر كده انه هو شخص ما بيحبش يخسر على فكره، وممكن يكون راجع بس عشان يحس من جوه انه انتصر عليك فقط لا غير، لان انت شايف انه هو عصبي ومش شبهك. هو مش شبهك، في اختلافات ما بينكم جامد قوي 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 يعني، ولكن هو في مشاعر، ولكن مشاعر عاديه يعني مش حاجه، لكن بيحبك برضه عشان ما نكدبش. هو شايفك ان انت بطيء وان انت عندك فيه بتقلق.